أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحافة في أسبوع. النهاردة هنتناول أبرز ما تناولته الصحف خلال الأسبوع، وكمان هنتكلم عن أفضل تغطية وأبرز مقال وأكثر صورة تم تداولها خلال الأيام الماضية. كمان هيكون معايا فقرة تحليلية هيشرفني فيها الكاتب الصحفي محمود زيدان صاحب الأهرام. لكن قبل فقرتنا هنروح معانا مجموعة من الأخبار هنستعرضها مع بعض. هنروح لأول خبر معايا، هو خبر مهم جدا: جهود مكبرة لأجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي. واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم التي تضر بالاقتصاد المصري، حيث تمكنت الإدارة العامة لبحث الأموال العامة من ضبط عدة تشكيلات عصابية يستهدفون عملاء البنوك للنصب عليهم، وكذلك عصابات استولت على أموال المواطنين من خلال النصب الإلكتروني وكذلك توظيف الأموال. خلينا نشوف تقرير مهم عن القضية دي وأرجع لحضراتكم مرة أخرى. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، لا سيما جرائم النصب والاستيلاء على أموال عملاء البنوك. في هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالمنيا لقيام عناصرهما بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال إرسال رسائل وهمية على هواتفهم المحمولة تتضمن: عزيزي العميل، لقد تم إيقاف حسابك البنكي لعدم التحديث لفترة مؤقتة برجاء الاتصال بنا والادعاء أنهم من موظفي خدمة عملاء البنوك خلافا للحقيقة بغرض الحصول على بيانات حساباتهم البنكية وبطاقات الائتمان واستغلال تلك البيانات في تحويل أموالهم لحساب أحد المتهمين عن طريق إحدى خدمات الدفع الإلكتروني أو استخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. ونظرا لخطورة هذه الجرائم وتكرارها، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الحذر في التعامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل من أشخاص مجهولين وعدم إعطائهم أي بيانات عنهم أو عن حساباتهم البنكية مع التأكد من المصادر بالبنوك. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالقاهرة والجيزة والشرقية لقيام عناصرها بالاستيلاء على أموال من مواطنين راغب السفر للعمل بالخارج أو لاستكمال دراستهم دون الوفاء بذلك ورفضوا رد المبالغ المالية لأصحابها. كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية وسوهاج لقيام عناصرهما بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة والتصنيع مقابل أرباح توقفوا عن سدادها، كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. الإدارة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول استولايا على أموال من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة الإلكترونية من خلال شركة قام بإنشائها والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبالغ مالية خلافا للحقيقة. وبلغ حصيلة نشاطهما الإجرامي 6 ملايين جنيه و 126 ألف دولار أمريكي. كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية استولى على مليوني جنيه من حساب إحدى الشركات بطرق احتيالية وتحويلها للحساب البنكي الخاص بأحد عناصر التشكيل.